من هنا انفراد ما يتشالش، وشال كورتين صراحه من كافاني. كافاني نفسه هيبتدي قال يبصوا الاداء والطريقه والاسلوب. وانا لازم اشكر كابتن طارق سليمان، لازم اشكر كابتن طارق سليمان انه قدم لمنتخب مصر هديه، قبل ما اشكر الكابتن احمد ناجي اللي كمل على مستوى الشناوي واضاف له العديد من الخبرات. ولكن كابتن طارق سليمان مع هذا الحارس فعل حاجه مش هقول معجزه، لان كره القدم لما بتديها ولما بتبقى انت مركز في تمرينك ومركز في حياتك الشخصيه ومركز ان انت يكون عندك طموح وتحققه، ده ما بتبقاش معجزه. وهو ده الشناوي، اتفرج على واحد عنده كل حاجه. الناس تقول لك عنده ثبات انفعالي، ناس تقول لك الراجل ده ما بيخافش، ناس تقول لك الراجل ده ثابت، كل امور حراسه المرمى فوت ورك، احساس بالمكان، كور عرضيه، شخصيه مع المدافعين، توافقات في قراراته، انه ازاي في طول الوقت تحس ان هو هادي. حارس مرمى يشبهك بالعظماء، يشبهك بمانويل نوير، يشبهك بكل هذه الامور. واحنا معنا على الهاتف كابتن طارق سليمان اللي بنقول له كل سنه وانت طيب، وقال كابتن طارق على هديه محمد الشناوي لمنتخب مصر. كل سنه طيب يا كابتن فاروق، طبعا تحياتي ليك وتحياتي كل جمهور النادي الاهلي، وكل سنه طيبين الشعب مصر كله الحمد لله. اشكرك طبعا. وبعدين يعني الامانه يعني عشان يعني الواحد يبقى فير، يعني لا في ناس كتير، في ناس كتير طبعا تعبت واشتغلت مع الشناوي والواحد كمل بعد كده الحمد لله، يمكن ده ظهر كله الحمد لله السنه اللي فاتت واداؤه في النادي الاهلي. انما في النهايه طبعا يعني في ناس كتير يا محمود برضه يا فاروق بتبقى برضه المجهود ده، يعني ما تقدرش انت لا، ربنا يكرمه ويوفقه في اللي جاي. والاهم بقى ان انت اديت كويس في اول مباراه في كاس العالم، الاستمراريه دي مهمه جدا جدا. كابتن طارق، هل تفاجات باداء محمد الشناوي في 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 اول لقاءاته؟ هل كنت واثق انه هيكون على قد المستوى ويكون على قد المسؤوليه؟ لا، موضوع اتفاجئت المستوى دي، لا طبعا الكلام ده مش، لا الكلام ده لا، ان الشناوي قدم مستوى في خلال مشواره في النادي الاهلي في 31 مباراه مع النادي الاهلي، لا عمل مستوى، عمل مستوى رائع في ماتشات كتير في النادي الاهلي، وكان سبب رئيسي في ماتشات كتير احنا كسبناها في النادي الاهلي. نعم، يعني توجنا للدوري قبل الدوري ما يخلص بست اسابيع، ولا الشناوي عمل ماتشات كتير مع النادي الاهلي، وكان في اللي كان له تصديات مع النادي الاهلي صنعت فارق طبعا، منها مباراه الاسماعيلي، منها مباراه الانتاج الحربي، منها مباراه المصري، منها مباراه الزمالك، من ماتشات كتير مع النادي الاهلي كان بيصنع يفرج دايما. نعم، الشناوي لا ما اتفاجئش بمستواه طبعا، هو الولد قد يعني خد بالك، هو بس عشان ده كاس عالم، وعشان كاس العالم ده متشاف من يعني العالم كله، العالم كله بيتفرج. نعم، فلما الشناوي بيعمل حاجه بتبقى ظاهره قوي، بتبقى يعني منور قوي. انما طبعا لا، الشناوي قدم مستوى كبير جدا جدا السنه دي. يعني انت حضرتك حسيت وهو بيتصدى وثابت وطريقه ادائه، يعني برضه انا عايز اسال حضرتك، يعني ازاي الكوره بتاعت سواريز في الانفراد، اتكلم معاك واحده واحده، الانفراد بتاع سواريز ازاي تعامل فيها الشناوي بهذا الامر ويطلع يمسك الكوره وما يعملش بينالتي؟ بص، هو في طبعا قبل ما نتكلم على الشوط الاول، الشوط الاول كان في بعض اللعب كانت اداته ثقه وخلات الاداء بتاعه بيرتفع من دقيقه لدقيقه، لخمس دقائق لربع ساعه الشوط الاول، بعد كده الشوط الثاني. نعم، الشوط الاول طبعا كان في اكثر من كره عرضيه اتعامل معاها بشكل كويس قوي. نعم، كان في شوط على الارض، كان في تسديده من كافاني كده على يمينه من كافاني، اتعامل معاه، خد خطوه تعقبيه ونزل ومسكها، فكل ده اداله ثقه في الاول. الشوط الثاني طبعا في انفراد بتاع سواريز اللي قبل الانفراد اللي هو مسكها، ايوه اللي هو قفل عليه بشكل كويس قوي، وعمل النجمه وجت في ركبته وخرج. بعدها طبعا الانفراد بتاع برضه سواريز اللي هو طبعا ممكن لو في جون، يعني لو في تهور شويه او لو في اندفاع. طيب معلش بس حضرتك خدتني لانفراده الاولانيه، والانفراده الاولانيه ووضع النجمه اللي اخترعه بيتر شمايكل، او يمكن اول حد شفناه بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد والدنمارك. يعني هل ده بيبقى كابتن طارق يعني خبرات؟ هل ده بيبقى قرار عشان بس الناس تعرف هو ازاي طلع وقفل وتوقع ان سواريز يحطها في هذا المكان؟ لا، هو النجمه دي لها شروط. امتى اعمل النجمه وامتى انزل بجسمي كله على الارض؟ يعني الموضوع مش يعني النجمه دي ما تتعملش في اي وقت. نعم،
والنجمه انا بعملها ليه يعني؟ الاول انا بعمل كان طبعا وانا بشرحه بيبقى محتاج كمان حاجه تتشاف يعني فيديو بس يعني مبسطه للناس. النجمه دي بعملها انا في النهايه، انا بلعب، انا دايما بلعب، انا المرمى ده مثلث بالنسبه لي. هو دلوقتي المنظر بتاع النجمه، وضع النجمه كابتن طارق وظاهر للناس، وتسديده سواريز اهي يعني هو بيطلعها. خلينا نقول ايه، ان دايما النجمه دي بتتعمل طول ما انت قريب من الكوره، المسافه بينك وبين الكوره 2 3 يارده تقدر تعمل النجمه. نعم. ليه؟ لانك انت طالما وصلت راس المثلث اللي هي الكوره، نعم، جون الى حد كبير جدا وراك بيبقى مقفول. فحضرتك لو المساحه قريبه بينك وبين الراجل، نعم، بينك وبين الكوره بيبقى الجون بالنسبه لك فبتعمل النجمه ليه؟ انت بتعمل النجمه عشان تسد الجون عرضي وتسد الجون افقي. نعم. افقي طبعا اللي هو الجون بالعرض، وراسي طبعا الجون من عندي دماغك كده وانت نازل لحد رجليك. نعم. طالما انت قريب، طالما انت وصلت للكوره اللي هي راس المثلث، كل ما تبقى تحت الجون بيبقى واسع بالنسبه لايه؟ للافقي. الجون بيبقى واسع، فالنجمه هنا الى حد كبير ما بتتعملش، ليه؟ يبقى الجون واسع. نعم. تقدر مش هتيجي في رجليك او مش هتيجي في ايديك او مش هتيجي في صدرك. يبقى صعب تعمل النجم، فالنجمه دي بتتعمل لها شروط، مش في اي وقت اعمل النجم. وتوافرت في موضوع انفراد سواريز اللي امام الناس يعني فعلا المسافه ما بينه وبين سواريز 3 4 بالظبط زي ما حضرتك بتقول، وما بينه وما بين الكوره راس المثلث حضرتك بتتكلم عليه. بس هي راس المثلث الكوره، طالما انت قربت من الكوره للدرجه دي وبقى بينك وبينها 3 يارد، فخلاص انت كده الى حد كبير الجون بالنسبه لك بقى ضيق جدا. نعم. لو انت نزلت على الارض في كوره زي دي، كوره تعدي من فوق جسمك. ده حقيقي. الكوره دي لو الكوره دي انت فرق، انت نزلت بالعرض اترميت راسي سوري افقي، الكوره تعدي من فوق جسمك. نعم. فعشان كده هو عمل ايه؟ هو عمل النجمه، النجمه دي زي ما قلت لك بيقفل الجون افقي وبيقفل الجون راسي. نعم. الحمد لله فيها توفيق كبير جدا طبعا، بس زي ما قلت لك هو طلع وقفل وقرب من الكوره وعمل النجمه زي ما عمل كل الحاجات الصح، فربنا اكرمه. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك يا فاروق، هو عمل كل حاجه صح. كل حاجه صح عملها، عشان كده لو الكوره دي دخلت جون يبقى انت ما تقدرش تلومه في اي حد. ده حقيقي، لان انفراد تام ده بيشوطها في السته يعني. اه طبعا بالظبط، عشان هو لو انت خدت بالك كمان من رد فعل بقى سواريز بعد الكوره كان زعلان جدا. زعلان جدا بعد الكوره دي. زعلان جدا لان ده مهاجم. ايوه، ومهاجم منتخب برشلونه. طبعا ما بيضيعش يعني منتخب ارجواي وفريق برشلونه. هنا بقى الانفراد الثاني يا كابتن طارق، وهو لما نزل خدها من سواريز وما عملش بينالتي. هو الانفراد الثاني بقى لما بنيجي نتكلم برضه، هو وصل قرب من الكوره وفي نفس الوقت ما استعجلش انه ينزل على الارض، وقف. نعم. في اللحظه اللي سواريز بيبدا ياخدها ياخده على جنب عشان يرقصه، لو هو اندفع ونزل على الارض كان ممكن يعمل ضربه كده. ده حقيقي. هو هنا وصل لقرب من الكوره ووقف، كان في ثبات وفي نفس الوقت برضه عينه على الكوره. اول ما سواريز خد الكوره على يمينه، هو بدا حط ايديه الشمال، حط ايديه اليمين الاول، وقف الكوره وبعدين كده بقى الكعب ايديه اليمين، يعني انا بعد كده بايديه الشمال. يعني هو كل تركيزه على هو توقع سواريز هيعمل ايه ونزل خد الكوره. بالظبط كده، اول هو راح قرب منه ووقف، هو لو هو طالع مندفع ونزل على طول كان ممكن يعمل ضربه كده. ما كانش هيوصل للكوره. نعم. لما وقفته دي وبعدين وصل للكوره بايديه اليمين، يعني ايده اليمين اطول. ايده اليمين اطول وايده اليمين كانت على الكوره، وبعدين بعد كده بعد ما ثبتها بايديه اليمين حط ايديه الشمال بعد كده عليه. وخدها وطلع، وطبعا سواريز. نيجي طبعا نتكلم بقى، نيجي نتكلم بقى على الكوره الاخيره بتاع الاثنين بتوع كافاني، اللي واحده خشلها بالعكسيه والثانيه اعتقد برضه بالعكسيه اللي جت في العارضه، اللي ما كانش حد عارف انها اصلا السناوي حطها في العارضه، الناس كلها فاكره العارضه. هي جت في ايديه، جت في ايديه وجت في القائم ورده زي ما شفناها كده، انما طبعا الكوره اللي صعبه قوي 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 هي الكوره بتاع كافاني اللي خدها على الطاير اللي حطها له سواريز بدماغه. نعم. ايوه، الكره دي اول حاجه بنتكلم عليها بنشوف التمركز الاول بتاع الشناوي. نعم. تمركز الشناوي رائع فيه. رائع. خد خطوتين لقدام في اللحظه اللي سواريز حط الكوره بدماغه لكافاني، وبعد كده كان واقف عينيه كانت على الكوره. نعم. فتحت رجليه كانت مناسبه جدا جدا، وكمان بيتعامل معاها بالايد العكسيه. نعم. الايد العكسيه اسرع بكثير جدا من ايد ناحيه الكوره الايد الشمال. اسرع وتجيب زاويه اكبر كمان. وتجيب الكوره من ابعد. اي بالظبط كده يا كابتن. هو لو حط ايده الشمال ما كانش هيلحقها، كانت هتعدي. نعم. تبقى صعبه جدا. نعم. كانت هتعدي، انما هو حط ايده اليمين وجابتها من ابعد شويه، وبعدين كان مالك الكوره. يعني جاي في كف ايده كله ووجهها بره زي ما شفتها كده. نعم. كان فيها سرعه قرار مش طبيعي، وبرده زي ما قلت لك اتعامل معاها كما ينبغي من ناحيه المهاره بقى. انت حضرتك كمان قلت حاجه مهمه جدا كابتن طارق، تمركزه، يعني الفوت ورك هنا له دور كبير، الناس كلها فاكره ان حارس المرمى بينط فقط. لا هو لو هو تحت شويه تبقى صعب عليه، هتبقى كوره فتحت منه شويه. هي دلوقتي اهي الكوره اللي حضرتك بتتكلم عليها وفردت الشناوي بالعكسيه بالعكسيه ليه عشان يعرف يطلعها، يعني عشان يوصلها. في نفس الوقت ايدي اليمين اسرع، يعني ايدي اليمين توصل للكوره اسرع من الشمال. نعم. ايدي اليمين كانت اسرع من الشمال،
فكلها طبعا زي ما بقول لك كده كلها الحمد لله رب العالمين. بنتكلم في حاجات كتير بقى، يعني الشغل اللي اتعمل والتعب طول السنه ومواقف اللعب كتير اللي اتحط لها الشناوي واداء متميز في الماتشات كتير. بس احنا بقى عايزين نتكلم بقى يعني بدايه الشناوي نفسها، ما بداتش من الماتش ده يا كابتن فاروق. ما ده اكيد بدايه الشناوي بدات من مباراه البرتغال. نعم دوليه طبعا. يعني مباراه البرتغال كان ناس كتير جدا بتقول لك اصل هو بيجرب الشناوي الماتش الاول وبعدين هدي الماتش الثاني لعواد وكل واحد بياخد. لا هو طبعا الماتش الاول ما كانش تجربه. نعم هو مدي للشناوي عن قناعه، مدي الشناوي المباراه الاولى بتاع البرتغال عن قناعه ان الولد ادى بشكل كويس في الدوري. وانا شايف ان لحد كبير جدا في قناعات من مستر كوبر بالشناوي في من خلال طبعا الفرجه اللي شافها خلال الماتشات اللي لعبها مع النادي الاهلي، ماتشات الدوري كلها. نعم بانت طبعا، وماتش الترجي كمان في افريقيا طبعا. عشان بص عشان الشناوي ياخد مباراه البرتغال وياخد مباراه كولومبيا وياخد مباراه بلجيكا، دي مدل على شيء يقول ان الراجل في قناعات من الراجل وفي قناعات من الشناوي هيبدا كاس عالم. طب احساسك احساسك ايه يا كابتن اما الشناوي ياخد رجل المباراه وافضل حارس في اول جوله، يعني في المباراه اللي اتلعبت لغايه امبارح؟ والله بص طبعا ده انا يعني لما تيجي تتكلم على انا بالنسبه لي يعني انا اسعد كان في الدنيا طبعا ان الشناوي يبقى موجود في كاس العالم ويلعب ويشارك بالشكل ده، وفي وجود شريف اكرامي ايضا يبقى في جوين من النادي الاهلي في منتخب مصر. وانا كنت انا لفتره كبيره جدا شغال معاهم في النادي الاهلي، فدي حاجه تسعدني جدا جدا. والواحد الحمد لله بقول ان الواحد تعب الواحد في الاخر ربنا بيكلمه الشناوي بيبدا كاس عالم وبيلعب في بطوله كبيره اكبر بطوله في العالم وبيشارك وبياخد افضل لاعب كمان في المباراه، يمكن ما حصلتش في التاريخ لا افريقيا ولا العرب ان حارس مرمى ياخد. ده حقيقي فعلا، ده حقيقي الشناوي بياخدها امبارح وبيقدم الاداء ده. فطبعا ده في جماهير في جماهير من في ليفربول بتطالب اداره ليفربول بالتعاقد معاه دلوقتي. والله بص يعني يعني انا بقول لحضرتك الانطباع العالمي اللي فعلا حضرتك بتتكلم عليه اصبح انطباع عالمي، بقى في ناس بتقول لا ده احنا نجيبه بقى. زي ما قلت لك ان اي حاجه الشناوي هيقدمها متشافه بشكل يعني جدا. جاموزاكو قدم مستوى كبير جدا مع النادي الاهلي، بس برضه على مستوى ضيق على مستوى مصر، انما انت بتتكلم دلوقتي بتتكلم على مستوى العالم. فلما الشناوي اتعامل بالشكل اللي اتعامل امبارح في اكثر من كوره بشكل كويس والعالم كله بيتفرج على الكلام ده، وخد بالك بقى كمان لما بتتفرج على حراس المرمى اللي موجودين دلوقتي في كاس العالم بتلاقي دخيا امبارح تخش في جوان بالشكل ده. الكره يعني بتاعت كريستيانو دي صعبه قوي يا كابتن، وندخيا نزل لها صعبه جدا. افضل جوان في العالم. كابتن طارق سليمان انا بشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب، والف شكر الصراحه على مجهود حضرتك وتعبك مع طارق مع الشناوي ومع شريف اكرامي، اثنين فعلا بيمثلوا مصر في كاس العالم وحاجه جميله جدا. يعني الف الف شكر وكل سنه وحضرتك طيب ودايم التوفيق باذن الله. انا برضو عايز اقول لحضراتكم ان الشناوي رفض ياخد جايزه افضل لاعب في المباراه لان هي مقدمه من احد شركات الخمور، ودي جايزه ادي امام حضراتكم اهو، دي جايزه للتاريخ، ولكن في تاريخ وفي مبادئ بتقف في بعض الاوقات امام حاجات ما تنفعش تتوافق معانا احنا كناس مسلمه وكناس من الشرق الاوسط وكناس من مصر. يعني جايزه زي دي كان ممكن البعض ياخدها ويقول لك انا يعني هلعب كاس عالم امتى وهاخد الجايزه دي امتى، ولكن هنا برضو الشناوي بيدينا درس. الشناوي امبارح ادانا دروس كتير ومنها هذا الدرس، ربنا يكرمه ويوفقه الصراحه، هو يستاهل والشخصيه دي تستاهل ان هي تكون بهذا الشكل وبهذا الاداء. الف الف مبروك يا شناوي على جايزه افضل لاعب، وبرضو بنرفع لك القبعات انك ما رضيتش تاخد هذه الجايزه، يعني حاجه مهمه جدا وحاجه جميله جدا.